لنقاش الملف اليمني. يحضر معنا في استوديو رافدين الكاتب السياسي نبيل البوكيري. أهلا بك سيدي. الرئيس اليمني كان أكد في بيان له أن حكومته تواجه تمردا مسلحا تقوم به ميليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. الخارجية الإماراتية من جهتها وصفت الغارات بأنها تستهدف ميليشيات إرهابية. كيف تفسر هذه الأوراق المبعثرة في المشهد اليمني والتناقضات في المواقف أيضا؟ طبعا السمة البارزة للاجتماع السياسي اليمني أنه يقال أن السياسة في اليمن تتحرك على رمال أو تقوم على رمال متحركة، بمعنى أنه لا تستطيع أن تبني موقف سياسي واضح خلال فترة زمنية بسيطة لتبني بذلك موقفا يوصف ما يجري في اليمن. ما حدث خلال اليومين الماضيين كانت أحداث دراماتيكية خارج إطار المتوقع سياسيا، يعني انتفاضة شعبية عارمة تسقط أجزاء عديدة من عدن، بعد ذلك يعني عودة المجلس الانتقالي والسيطرة مجددا على المدينة. كل هذا ينبئ أنه يعني أن هذا المجلس ليس له حاضنة شعبية، أن هناك فشل من قبل الحكومة الشرعية في إدارة المعادلة أو المعركة العسكرية في المناطق الجنوبية. كل هذا ينبئ لأن المشهد مليء بالتعقيدات والتناقضات التي تجعل المراقب يصاب بحالة من الذهول وعدم فهم ما يجري في طبيعة المشهد اليمني. ولا سيما ما حصل قبل قليل الخطاب الرئيس هادي وما جاء فيه من تطورات ودعوة للسعودية كقائدة للتحالف العربي إلى معالجة الموضوع والموقف أيضا من الإمارات. فعلا هي تعقيدات كبيرة كما تفضلتم. كيف تعتقد أن الأمور ستسير خلال الفترة القادمة طالما أنها وصلت إلى هذه النقطة؟ طبعا الجديد اليوم هو الذي أدى إلى هذا الموقف المتصاعد من قبل الحكومة الشرعية ومن قبل أيضا كل المؤسسات الشرعية من الخارجية إلى الدفاع إلى رئاسة الجمهورية، هو أن الإمارات تحولت من عدو او من حليف يقاتلك بادوات يمنيه بحته الى عدو مباشر. اليوم يعني استخدام الطيران كان ضد الجيش الوطني المتجه نحو عدن كان بمثابه انعطافه جديده في المعركه في اليمن، تتمثل بخروج الامارات كعدو واضح بعد 4 سنوات من الاشتغال الواضح والصريح فيما يتعلق بتفتيت وحده النسيج الاجتماعي، تخليق ميليشيات خارج مؤسسة الدولة، العمل على تدمير مؤسسة الدولة ومنع عودة أيضا الحكومة إلى عدن. اليوم الإمارات أصبحت طرفا واضحا عدو للحكومة الشرعية وللشعب اليمني بكل ما تحمل كلمة معنى بالنظر إلى هذه الأحداث التي آلت إليها اليوم المعركة. الحديث عن هذه الأحداث ربما يقودنا للتساؤل عن آخر الأوضاع الميدانية في عدن والكفة العسكرية لمن ترجح. طبعا قطعا الكفه هي بصالح الجيش الوطني، لان هذه الكفه او هذه الرجحان في المعركه هو ينبئ على عدم وجود حاضنه شعبيه للانقلابيين، وان ما حدث بعدن كان رساله واضحه انه فقط عامل الزمن وعدم وجود التنسيق الدقيق بين الجيش والانتفاضه الشعبيه يعني هو الذي ادى الى هذا الارتباك وادى الى استعادة الزمام المبادرة من قبل الفصائل الانقلابية. أنا باعتقادي أنه لو وجدت إدارة حقيقية للمعركة وخاصة اليوم بعد القرار الآن أنا جيت وهناك قرار من مجموعة من الوزراء اليمنيين تقريبا 28 وزيرا قدموا طلب إلى الحكومة إلى رئاسة الجمهورية بالإعفاء الإمارات من دورها في التحالف العربي. أنا باعتقادي أيضا هناك طلب تقدم من الخارجية اليمنية اليوم لمجلس الأمن لاجتماع طارئ حول الوضع في اليمن. كل هذه المواقف السياسية تصب أن احنا سنتجه إلى مشهد سياسي مغاير سيسحب البساط القانوني والسياسي من تحت يد الإمارات كحليف إلى دولة عدوة، سيكون هناك ردة فعل. وهذا يقودنا إلى سؤال عن مصير أو مستقبل التحالف العربي القائم أساسا على القضية اليمنية، ونحن نعرف أن هناك قوات مشتركة غرفة عمليات مشتركة بين السعودية والإمارات وغيرها من دول التحالف العربي من أجل هذه القضية. ما مستقبل هذا التحالف في ضوء ما جرى في الأيام الأخيرة؟ مستقبل التحالف العربي اليوم أنا باعتقادي في مهب الرياح، ومستقبله مرهون بإرادة سعودية واضحة ودقيقة من الأوضاع في اليمن. إلى أي اتجاه يجب أن تكون؟ حتى الآن هناك تذبذب وهناك ضبابية قاتلة في الموقف السعودي، لدرجة أنه الخارجية الإماراتية أصدرت بيان وبكل بجاحة
تحدثت عن أو اعترفت بأنها قصفت للجيش الوطني اليوم، وهو أيضا هذا السياق يقودنا إلى كل العمليات التي كانت تسمى هي لم تقل أنها استهدفت الجيش الوطني، قالت أنها مجموعات إرهابية أو ما إلى ذلك. الجيش الوطني يعني ليس هكذا قال بيانه، ليس بيد الإمارات أن توصف عمر أو زيد أنه إرهابي أو غير إرهابي. بالأخير هناك يعني اليمن كيان سياسي وفق المعادلة الدولية، لكن المعذرة على المقاطعة أستاذ نبيل، من المقصود بهذه الميليشيات الإرهابية في الخطاب الإماراتي؟ طبعا الإمارات هي دائما تحت مظلة تستخدم الحالة الدولية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب لتوصف وتشيطن كل خصومها على أنهم إرهابيين. هي تستهدف الآن مثلا تجمع اليمني الإصلاح باعتباره يعني اليوم قوة ضاربة فيما يتعلق بالمعادلة السياسية اليمنية والعسكرية أيضا، وبالتالي هي تخلق نوع من الشماعات لتنفيذ سياسات وأجندات تحاول أن تجعلها متسقة مع المزاج الدولي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. لكن أنا باعتقادي اليوم أيضا كان في يعني أكثر من بيان صادر سابقا أيضا حتى من قبل الأمريكان، البنتاغون الأمريكي نفى أنه يوجد أي مجموعات إرهابية في الجيش اليمني. يعني نحن أمام انكشاف واضح للسياسات الإماراتية في هذه المرحلة في اليمن. اليوم الكرة كلها في يد المملكة العربية السعودية، هي التي بيدها أن توقف صلف الإمارات أو أن تستمر في هذا الموقف مما يؤدي إلى تقويض وفشل وهزيمة المملكة العربية السعودية في اليمن. أخيرا في ضوء هذه المعطيات الأخيرة خلال الساعات الماضية، هل تتوقع أن تستمر الإمارات عفوا في عملياتها وغاراتها في عدن؟ طبعا حتى الآن لم يتضح الموقف الدولي، خاصة أنه في دعوة لاجتماع طارئ في مجلس الأمن. أنا باعتقادي الاجتماع الطارئ في مجلس الأمن سيحدد كثير من القضايا فيما يتعلق باستمرار الإمارات أو لا، لأنه سيرفع الغطاء عنها. رفع الغطاء عنها لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تحلق طائرتها على الأراضي اليمنية، لأن هذه أراضي تابعة للجمهورية اليمنية، وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية مرهونة بقرار دولي. وبالتالي أنا باعتقادي أنه كل ما تأخر مسألة رفع الغطاء على الإمارات كلما هي ستستغل هذه الأوقات وهذه الفرصة لمزيد من العمل. شكرا لك الكاتب السياسي والمحلل نبيل البكيري، كنت معنا في الأستوديو. شكرا لك.